تحكي للنسمة وتشكي من ظلم الإنسان. غدو بقدرة ربي باش يعملوا لاكويت باش يصوروها لاكويت بتاع النسر في زغوان. النسري اللي هي سيت اون بلانت اصلها من اندلسيه, معناها جابوها الاندلس كي جاوا لزغوان. معروفه نستعملوها عندها دي فالور ميديسينال باهيه للقلب, ونعملوا بها الكعك النسري كعك الورقه, نستعملوها في شوكليتنا في زغوان. كنت تحكي لنا كيفاش يقطروا النسري. مرحبا بك. نمشي ونجمعوا الصباح بكري ونجو نحط شوي ماء تسخن مش في الماء البارد, بعد تالي تحط كيلو نوار كيلو تنحي ليه ايتر هذيك الرسلو. السيد الوزير بعد زيارة المعالم الأثرية اليوم, شنو هي قرارات خطوة بشأن زغوان؟ احنا ما تعرف الأهم أنه ليست القرارات وإنما إعداد القرار, وإعداد القرار يتم على أمرين اثنين. القرار الأول هذا لا 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 مناصة أن نتخذ القرار. عندما تأتي وترى معلم في حالة رثة يتخذ القرار حالا ولا تستشير في أحد, لأن المعلم هو اللي أكد عليك هذا. زغوان صحيح هي قطب فلاحي قطب صناعي, لكن تنجم تكون كذلك قطب سياحي وثقافي. كل سائح يسأل فماشي تنشيط آخر, فماشي حاجة جديدة معناتها في تونس, خاطر عنا كان الشامو عنا كان الكواد وعنا, فهمت؟ فكرت باش نعمل بلاد سور لو ديليفون باش نبصد في ولاية زغوان بما فيه التنشيط السياحي الكل. صلتنا بالسياحة معروفة أنه لا سياحة بدون تراث, ولا تراث تعطيه القيمة التي ينبغي أن تكون له بدون توظيف في السياحة.